بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الله السكري. طبعا انا القناه وحشتني جدا، يعني تقريبا ده الفيديو اللي انا بنشره تقريبا بعد سنه، تقريبا سنه بالظبط على القناه. سبب ان انا ما بنشرش فيديوهات خالص في السايبر سيكيورتي، واتجهت للمجال الاساسي وبدات اشتغل على التيك توك وانزل فيديوهات خاصه بالامراض والرعايه الطبيه وغيره، وكمان اهتميت شوية بالدراسة بتاعتي. حاليا في الترم الثاني للماجستير، الحمد لله خلصت ومستني النتيجة، وفاضل الترم الثالث، يعني احتمال أبدأ في شهر 9 القادم بإذن الله. كمان عندي حاجات كتير جدا والتزامات المفروض أمشي فيها، ولكن مجال السايبر سيكيورتي ما سبتوش خالص. يعني تقريبا أنا كنت بقرأ فيه بنسبة كبيرة جدا جدا، سواء انا بشتغل براكتيكال عليه او كمان بشتغل سيركيال، او ان انا بقرأ كتب فيه. فكرة الدراسة فيه بشكل اكاديمي كانت بترويدني على طول، ولكن ما فيش وقت بسبب الدراسة الاساسية بتاعتي. لكن بعتمد في الاساس بتاعي على ان انا اجهز لكورس كبير جدا او كورس ضخم من فترة كبيرة، تقريبا يعني خلاص هو الحجر الاساسي بتاعه اتحط او النظام بتاعه اتحط. بحاول اتجنب شويه ان الكورس ده لما انزله على اليوتيوب ما يتمش حذفه او ما يتمش القضاء عليه بسهوله، الا اليوتيوب يقول لي ان هو بينتهك المعايير، او ان الكورس ده مثلا خلاص يعني انت نشرته فخلاص، يعني في بعض الفيديوهات مش هتنزل، او اخاف ان انا اتكلم عن كونتنت لبعض الشركات اللي هي الاحتكاريه لبعض مثلا العلوم، زي مثلا بعض الشركات بدون ذكر اسماء معينه بمجرد ما بتشرح اي كونتنت مشابه للكونتنت بتاعها بتعمل ريبورت عليك، وبعد كده خلاص يعني بتلاقي الفيديو بتاعك او القناه كلها راحت يعني. فبحاول ان احنا نعمل كونتنت بحيث الكونتنت بتاعنا يكون كونتنت متقدم جدا، وفي نفس الوقت ما يكونش يعني فكرة ما متشابه مع طريقة ترتيب أو طريقة سرد أو دراسة إيه الشهادات التانية. طيب الكورس ده هينزل مرة واحدة إن شاء الله. يعني أنا هتعمد إن الكورس بتاعي ما يبقاش كورس طويل، أو الكورسات اللي هنزلها ما تبقاش كورسات طويلة. يبقى فكرة دايما يعني الإنسان كل مدى ومدى أو ما بيكبر بيكتسب خبرة في نظام الشرح. يعني أنا من 10 سنين أو أنا من 5 سنين غير أنا دلوقتي. فانا عارف دلوقتي نظام الدراسه عامل ازاي، وعارف مسؤوليات الطالب، وعارف ان انت بتبقى عايز حاجه تديك الخلاصه وفي نفس الوقت تديك مرجع تذاكر منه او تشتغل عليه. فان شاء الله باذن الله تعالى الكورسات الجايه هتبقى كل كورس يتعدى 10 دروس، والدرس اقصى مده ليه نص ساعه او 35 دقيقه، بحيث ان انت ما تبقاش درس طويل قوي ولا قصير قوي، وما تلاقيش البلاي ليست مثلا 500 فيديو او 100 فيديو او الكلام ده، بحيث ان احنا نقصر على بعض الطريق وندي الخلاصه. الكورس اللي هيتشرح ان شاء الله، طبعا معظم الناس بتطلب بايثون وتحديث للبايثون، بحيث ان احنا يعني متفوقين فيها شويه وبنشرح البايثون بشكل كويس. البايثون انا يعني طريقها شويه، انا عايز بس اشتغل على الناس الجداد خالص اللي لسه ما دخلوش في المجال، يعني لسه ما اشتغلوش في المجال خالص او ما اشتغلوش عليه، وفي نفس الوقت اشتغل على الناس اللي هم بقالهم فتره في المجال وعايزين يطوروا نفسهم، فلازم الكورس يمسك الجزئيتين يعني. فبدون ما اطول عليكم، الكورس هيكون عباره كالاتي. اول حاجه مجال البتريشن تيستنج بشكل عام، هنتكلم عن جزء نظري وجزء عملي. الجزء النظري هيبقى مع الجزء العملي، يعني هشرح الجزء النظري وهبدأ أشرح الجزء العملي. الجزء النظري هياخد مني ربع ساعة مثلا، والجزء العملي مثلا كتطبيق هياخد مني تلت ساعة. فهنيجي نبص هلاقي المجموع 35 دقيقة في كل درس. أحاول أتكلم عن مواضيع معينة، مواضيع سبيسيفيك بعينها في كل درس، بحيث يبقى أنت الدرس ده بيتكلم عن كذا، بحيث ما تلاقينيش إن أنا بتكلم كتير أو إن أنا بدخل فيه تفاصيل كتير. خلاص؟ الكورس يعني امتى هينزل؟ ما اقدرش اقول لك امتى هينزل، بس هو اكيد او شور بنسبه كبيره باذن الله بدون مقاطعه هينزل على القناه. مش عايز انزل فيديوهات كل مثلا شهر او شهرين او اديك وعود وفي الاخر اخلف بيها، لان انا عارف ان انا قلت قبل كده ووعدت ان انا هنزل كورسز واخلفت بيها، وده غصب عني وخارج ارادتي. لكن الوعي
الوعد اللي انا بقعده دلوقتي ان شاء الله باذن الله ما فيش فيه خذلان يعني، هينزل الكورسات باذن الله. اول كورس هنتكلم فيه هو البيتريشن تيستنج جنرال، هنتكلم عليه بشكل جنرال. هتلاقيني بديك كتب، بديك مصادر، مش هديك كتب تعينها، لا هديك كتب فعليا انك تفتحها وتذاكرها او ان هي تطورك في المجال بجانب الدراسه. يعني انا شغال في الدراسه، هتلاقي في حاجات كتير جدا ايه هتبقى عايز تقرا في الكتب وعايز تطور نفسك، وفي نفس الوقت هتلاقي الجزء العملي والجزء النظري مشروح في الكورس ده. انتظروني ان شاء الله، ويعني باذن الله يعني ممكن على بدايه شهر 9 اللي جاي ده تلاقي الكورس نزل على القناه. وحبيت بس اعلن عن الخبر ده لان حطيته على جروب سكيورتي تيست على الفيسبوك، الجروب بتاعنا اللي انا بنشرش عليه برضه بقالي سنه تقريبا، فده كان اول يعني بوست بنشر عليه. فكره ان انت حد يقول لك انت بقالك فتره ما بتشتغلش في المجال، او ان انت خلاص يعني حاولت انك تسيب المجال، لا هو اوريدي انا ما سبتش المجال. انا لو كنت سبت المجال ما كنتش رحت خدت السي اتش والسي اي وكنت بذاكر عشان بحضر ان ادخل سازب، ولكن الماجستير بتاعي او ماجستير المجال الاساسي بتاعي لا لازم اخلصه، لازم اخلصه، لازم اخلص مجال الاساسي بتاعي الاول اللي انا شغال فيه. وفي نفس الوقت انا كان لازم برضو احاول ان انا بشرح اكاديمي كويس، فلازم اطور المهنه بتاعتي. فحاليا انا بشرح على التيك توك بنفس الاسم بتاعي عبد الله السكري، حاليا دخلت على ال 5800 سبسكرايب تقريبا، ودخلت على 12000 لايك، فالحمد لله رب العالمين. انا حاليا بشرح مجالين كمان. لو حد سالني انت سبت مجال الاي تي خالص، لا انا حاليا الحمد لله محاضر معتمد من وزاره الاتصالات المصريه تبع طور وغير، ودي مبادره تبع وزاره الاتصالات، فانا حاليا معتمد من وزاره الاتصالات كمحاضر، وبدي محاضرات في الاي اي حاليا. انا بدي محاضرات اي اي والحمد لله رب العالمين. عرفت ان انا اشتغل في مجال الداتا اناليسز والارتفيشال انتليجنس بشكل خفيف شويه مع الدراسه بتاعي، وحاليا بدرس، وحاليا انا بدرس كورس الاطفال من سن 6 سنين لسن 18 سنه، وبدرس لهم كورسات بايثون متقدمه جدا في الاي اي، وبدرس لهم كمان الاي جنريتيف تولز، وليا كورسات كتير جدا الحمد لله رب العالمين. فانا الفتره اللي فاتت ما كنتش برضو ان انا يعني تارك مجال الاي تي او انفورميشن سكيورتي خالص. تمام، بدون ما اطول عليكم، وحشتوني جدا، واتمنى ان شاء الله نعمل مع بعض شغل كويس. شكرا لكم.